بالنسبه للشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا هو هذا. ما بقى لي الا نودعكم على امل لقاء بكم في حلقه اخرى ان شاء الله باذن الله، ووصفه اخرى على القناه، ونضرب موعد ان شاء الله باذن الله مع وصفات خاصه بالمملحات لارضاء اذواق اخرى او لارضاء باقي المتتبعين الذين كانوا طلبوا منا وصفات مملحات. اكيد سنكون عند حسن الظن ديالكم، مملحات لكم اللي كنا كنخدموا. عيدكم مبارك سعيد، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله باذن الله على قناة شانيل ام عبد المغيث. نبداو على بركة الله. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجو، عندي 50 غرام ديال السكر. بالنسبة لهاد السكر كيكون ديال الناس ديال صحاب السكر، يعني الفخيكتوز اللي كيستعملو صحاب السكر. يمكن لكم انكم تنازلوا عليه او لا، او عليه على حسب انتم الرغبه. يمكن تعوضوها بمعلقه ديال التمر اللي يكون معجون. ممكن بالنسبه للناس اللي دايرين الريجيم ولا هذا، راه كيجي الجلد بلا ما يحتاج انهم يديروه. كذلك عندي 120 غرام ديال الزبده. الزبده خصها تكون حاره، لانني ما عندي نهائيا كما كتشوفوا الزيت في الوصفه، اذا خصها تكون زبده حيوانيه. عندي كذلك 200 غرام ديال طحين ابيض او ديال الفورص. عندي بيضه وصفر ديال البيضه فقط. كذلك نص صغيره ديال البيكربونات الصودا، ومعلقه صغيره ديال بيكر او ديال خميره ديال. وهنايا عندي شوفان باش غادي ندوب الخليط. كذلك عندي 100 غرام اما ديال الجوز اولا ديال اللوز على حسب نتوما والرغبه، باش غادي يعطينا ديك القرمشه داخل الكوكيز ديالي. وعندي كذلك كاس ديال الشوفان. غادي نبداو على بركه الله. هنايا غادي ناخذ اللوز، غادي نهرمشو. بغيتو تحمروه قبل باش يعطيكم القرمشه يكون افضل، هنا لانني مزروب وكنصور حلويات اخرى. غاديه نديرو غير هكا نهرمشو، ولكن نتوما من الافضل انكم تحمروه اولا تحمصوه. اول شيء غادي ندير، غادي ناخد واحد المقله وغادي نوضع فيها الشوفان ديالي باش يتحمر، باش يعطيني هذيك القرمشه الحلوه. هنايا غادي ناخد اللوز، غادي نهرمشو. بغيتو تحمروه قبل باش يعطيكم القرمشه يكون افضل، هنا لانني مزروب وكنصور حلويات اخرى. غاديه نديرو غير هكا نهرمشو، ولكن نتوما من الافضل انكم تحمروه اولا تحمصوه. نبدا على بركه الله. غادي ناخذ 120 غرام ديال الزبده، غنوضعها هنايا، غنضيف عليها هاد السنيده ديال صحاب السكر. ويمكن لي انني نستغنى عليها، كنعاود ناكد ونعاود ونعاود ونعاود. غادي نضيف بيكن باودر ومعلقه صغيره ديال بيكن باودر، و تقريبا نص معلقه ديال بيكربونات الصودا. غادي نضيف شويه ديال الملحه باش غادي توازن ليا، اولا غادي تخرج ليا البنه ديال اللوز، يجيني الحلوه ديالي تجيني لذيذه اكثر. من بعد غنضيف هاد البيضه، وكنعاود ناكد بالنسبه البيضه الاخرى غادي ناخذ منها الصفر فقط. بالنسبه لبيض البيض ما تلوحوش، لان انا غادي نخدمو به حلوه اخرى اقتصاديه بعشرة دراهم فقط. غادي بعدا نضرب هذا الشيء كامل. من بعد غادي نزيد هذا الكاس ديال الشوفان، وغادي نزيد معاه اللوز، وغادي نبدا نخلط.
يعني كما كتشوفوا الشكل ديال الخليط اللي حصلت عليه. ودابا غادي نبدا نضيف الطحين، وندير بحساب ان الشوفان راه كيشرب، يعني نضيف الطحين وندير بحساب العجينه باش ما تشربش ليا، باش ما تشحفش عاوتاني. حالتي الا شحفات زيد واحد البيضه اخرى، يعني كيفين ديال الطحين ما غاديش تدخل كامله، وخدموا بيديكم باش تحسوا بالقوام ديال العجينه. انا غادي نكمل الجمع ديال العجينه ونتلاقاو باش نكملوا الوصفه ديالنا، باش ما نطولش عليكم. خير بزاف البنات غادي يقولوا طولتي، ولكن خصني نشرح لكم اصاحبتي. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال العجينه. غادي ناخذ هذاك بيض البيضه اللي بقى ليا، وغادي ناخذ الشوفان. غادي نبدا نكور بهذه الطريقه اللولبيه دائما. من بعد غادي نبدا ندوز في بيض البيض وندوز مزيان في الشوفان ونورك هكا. نحطها في واحد الصفيحه نكمل العجينه ونتلاقاو. هنايا غادي ناخذ الشوكولاط اللي كيكون بالسوس، راه تيتباع موجود، وكاين اللي كاين مغصو كبير، كاينين اللي كيتباع هكا صغير، وكاين كاين اللي كيكون دي بيبيت دو شوكولا صغارين، وكاين اللي كيكون مغصو كبير. يمكن لكم انكم تذوبوا وتاخذوا البوطه ديال الفاني ديال الدواء اللي كيكونوا فيها هذوك لي بول، وتعمروه وتخليوه حتى يجمد، وديمونطيوه اولا تحيدوه ديموليوه وتستعملوه. انا شخصيا غادي نستعمل غير هذا، غادي نقطعو هكا مربعات، غادي ناخذ الحلوه ديالي وغادا هذا نقسمو عليه جوج. انا بغيت غير دوك الرشات فيها الفوق، يعني بغيت غير باش الوليدات ما يحسوش براسهم انهم محرومين من شي حاجه، الشوكولا مسوس يمكن انهم يديو معاه الكوتي. غادي نشعل الفران نسخنو مزيان، الا ما بغاش يلصق يمكن لكم انكم ديروا البيض ديال البيض. حالتي الا ما بغاش يلصق لكم لانه الشوفان ناشف، غديروا بيض البيض مغطس فيه الشوكولاط وعاد مغطسوه هكا في الحلوه. غادي نشعل الفران مزيان، غادي نديرو على 180 درجه وندير الحلوه ديالي الفوق وتكون عافيه عليها التحت. طيب وهذيك الساعه نتلاقاو. اهلا بنات، يتجدد اللقاء بكم في حلقه اخرى ووصفه اخرى على قناه شانيل ام عبد المويت، القناه الاولى المهتمه بكل ما يخص المراه من طبخ ووصفات حلويات، كذلك تعلم حرف وجمال، وكذلك افكار بالنسبه لاطفالكم. اليوم جئنا بوصفه اخرى جديده على قناتنا خاصه بمرضى السكري او حلويات خاصين بمرضى السكري بمناسبه العيد، ذلك لارضاء جميع الاطراف وجميع الاذواق. هذه الحلوى لن تقتصر او لن نحضرها فقط لمرضى السكري، لكن يمكن تحضيرها بالنسبة لأطفالنا للمجة المدرسة، ونحن نعلم أننا على أبواب الدخول المدرسي إن شاء الله بإذن الله. لإذا كنتم أول مرة تشاهدون القناة فلا تترددوا على الضغط على زر الاشتراك، كذلك تفعيل الجرس لكي تتوصلوا دائما بالجديد، والالتحاق بنا في صفحتنا على الفيسبوك وكذلك صفحتنا على الانستغرام أم عبد المغيث سند. سأترك لكم الصورة وسط الفيديو ونمر مباشرة لوصفتنا، لكن قبل ذلك أريد أن أخبر من سيشاهدون الوصفة أو من سيعلقون من المتتبعين أن الوصفة تحتوي على السكري أو تحتوي على 50 غرام من السكر، أقول لكم أنكم يمكنكم أن تستغنوا عنها أو استعمال سكر الفخيكتوز لداوي السكري، وكذلك يمكن أن تستغنوا عن تلك 50 غرام، وأن تستغنوا عن حبوب الشوكولاتة إذا أردتم ألا تزينوها بها. لكن أنا لكي أحببها لأطفالي ولكي لا يقولون لي مذاقها
متغير على الحلويات العادية، وضعت بها قطع من الشوكولاتة لإعطائها منظر أكثر شوكولاتة مسوسة أو لا تحتوي على سكر، تحتوي على نسبة كاكاو عالية جدا. سنمر مباشرة لوصفتنا لليوم، وأقول لكم هيا بنا إلى المطبخ.